صباح الخير اللي عندهم صباح ومساء الخير اللي عندهم مساء، وان شاء الله تكونوا على خير يا رب يا امين. غادي يكون هذا الفال ديالكم صحة، عتبة، حظ، عاطفة، عمل او دراسة او محاكم او ادارات. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، وان شاء الله تستفدوا على هذا الفال. هذا غادي نبدا مع صاحبة البشرة الحنطية. ان شاء الله الحنطية يكون خير. غادي تكوني انت هذه الحنطية ونشوفوا النفسية ديالك كيفاش غتكون. نشوفوا العتبة أو السكن، الحظ أو الزهر، الحياة العاطفية والحياة الزوجية، ونشوفوا الإدارة والعمل والمحاكم والدراسة. وفالك فال خير وفالك فال إيجابي، وإن شاء الله تستفدي على هذا الفال، الفال ديال الحنطية. هذا الفال ديال صاحبة البشرة الحنطية. كنشوف ان حالتك النفسيه غادي تكون مميزه او مرتاحه بوجود البنت ديالك معاك او الاخت ديالك او صديقه، او هي انسانه غادي تكون بالجنب ديالك وغادي تكون كتساعدك او كترفع لك المعنويات، او غادي يكون عندك معها ارزاق او خير كثير مع هاد الانسانه. فنفسيتك معها غادي تكون رائعه جدا، وكاين اللي غادي تفرح على احد من الابناء ديالها. ممكن عنده تشافي، ممكن عنده شهاده غادي يحصل عليها، او عقود غادي يمضي عليها هذا الابن ديالك، او ممكن يكون الزوج او الاخ ديالك، وغادي تفرحي لهذا الفرح وتكوني ناشطه وزاهره والمعنويات ديالك مرتفعه. وكاين اللي غادي تكون معنوياتها مرتفعه لان الحبيب او الزوج ديالها غادي يكون كيعبر لها على الحب، على الحنان، وغادي يكون كيهضر معها بشكل اللي هو تيعجبها، او شكل اللي هو زوين، او شكل اللي فيه حب، اللي فيه حنان، اللي فيه رقه، او غادي تكون يعني كتصدق المشاعر ديال هاد الحبيب او هاد الزوج ديالها، يعني نابعين من قلبه، من اعماق قلبه المشاعر اللي غادي تكون تجاهك يا الحنطية. بالنسبة للعتبة، انا كنشوف عندكم مشاكل في العتبة بخصوص الصرف، بخصوص فلوس او صرف الاموال. غادي يكون شي شويه عندكم مشاكل بهذا الخصوص. كاين الناس اللي هما من الاهل ديالك او ناس اللي معاك في السكن، او ممكن يكونوا الجيران ديالك شويه عينهم خايبه عليكم، فغادي يكون شويه صداع او مشاكل في الدار ديالك. كنشوف هنا كاين اللي غادي يكون عندها هجره او رحيل من هذا السكن لبلد اخر او لمدينه اخرى، وغادي تفرحي على هاد الهجره هذه او المغادره ديال هاد البيت. انت ما باغياش او ما قدراش تستغني على هذا البيت، ولكن كيقول لك الفال لا، هذا الشيء هذا في الصالح ديالك. بالنسبه للحظوظ، غادي تكونوا محظوظات في كل ما يخص الرجوع والصلح واللمات العائليه، ولكن في هذه اللمات هذو غادي تكوني شي شويه تحت محط الانظار، او غادي تشوفي بنات كيغاروا منك بشكل كبير، او كيهضروا عليك شويه، او كيهضروا انك درتي وفعلتي وعندها وتركه، فبحال هذا الشكل هذا. وكاين اللي غادي تظهر على اخبار، غادي تسمعي على فلوس، ممكن شي حد غادي يتصل بك وغادي يقول لك مثلا انا غادي نرسل لك هذه الفلوس، ولا انك كتستحقي هذا المبلغ هذا، فغادي تعطاك مبلغ مالي. وكذلك عندكم اخبار اللي هي زوينه غادي تسمعوها بخصوص امضاءات، بخصوص الابناء ديالكم، بخصوص الحمل، يعني خلال الاربعه ايام او مثلا نهار 24 ممكن يكون عندكم خبر اللي هو زوين، يا اما بخصوص ولاده، بخصوص حمل، بخصوص حاجه جديده غادي تمضيو عليها، او بخصوص خبر غادي تسمعوه اللي غادي يفرحكم. الحياه العاطفيه كنشوف فيها شي شويه مشاكل، فيها ضغوطات، فيها عدم تفاهم، فيها شويه مشاكل خصوصا بالليل، خصوصا بالمساء. كنشوف الا كنتي كتسالي على السحر، سحر سحر، فما كاينش تاثير ديالو حاليا. كنشوف السحر يعني كيخرج او كيخف هاد الايام هذه. بالنسبه للدراسه، العمل والمحاكم، ممكن تكون عندك جلسه في محكمه بعد 3 ايام او نهار 23 او اقصى حد 3 الاسابيع. كنشوف غادي يكون عندك جلسه مهمه في محكمه، او ممكن غادي يكون عندك هاد 3 ايام او يوم الثلاثاء اجتماع بخصوص عمل، او غادي يكون عندك لقاء من اجل الحصول على عمل. اذا كنتي كتنتظري فلوس عن طريق العمل او منحه دراسيه او فلوس عن طريق محكمه،
فغادي تاخدي هاد المبلغ او هو نفقة فغادي تاخديه بكل سهولة. اي امر عندك في محكمة مع شخص ذكر الامور ديالك جيدة وعندك فوز على هاد الامر هذا. بالنسبة للحب والغراميات، الا كنتي كتسألي على الرجل الابيض، كنقول لك هاد الرجل الابيض واخا انتي كتشوفي وكتقولي يمكن انساني، يمكن ما بقيتش في قلبه، يمكن بعد عليك ولا، فكنقول لك راه مازال راكي في القلب ومازال كيفكر فيك ومازال غادي يكون اتصال بك. ما كنقولكش اتصال دابا دابا، ولكني مازال حتى يتصل بك. الا هذا هجرك يعني هاد الايام ولهاد الايام المقبله، فشهر 6 غادي يبدا كيفكر فيك وغادي يبداو الاتصالات ديال هاد الابيض هذا. هاد الابيض كيبغيك وكان كيبغيك، ولكني دخلت بيناتكم وحده اللي بالسحر بالهضره بحلاوه اللسان ديالها بحال دخلت في الحياه ديالكم، هدمات لكم الحياه، كانت باغيه الزواج به حتى غادي يوقفوا على الزواج، ولكني لن يتم بحال داك السحر اللي كانت دايره ليه او داك الجلب اللي كانت دايره ليه غادي يزول، ومازال حتى يرجع لك هذا الابيض هذا ويكون عندك معاه زواج. ولا كان هذا الزوج ديالك وكنتي شتي بانه ما بقاش كيتقرب لك وما بقاش داك الحب وما بقاش داك الجلوس معك في البيت وبدا كيكرهك او كيدابز معك، فراه كانت طرف ثالث، ولكني هاد الطرف الثالث هذه راها غادي تخرج من الحياه ديالو. بالنسبه للاسمر كنقول لك الاسمر كيفكر فيك بزاف، غير كيحط الراس ديالو على المخده كيبدا يفكر فيك، كيبدا يفكر في الزواج الا كان هذا الحبيب ديالك. فانتي بحال شكه انه كاينه عنده مراه اخرى او كيقول لك ان الاهل ديالو باغيين له مراه اخرى، ففعلا راه ما كيكذبش، يعني هذا الاسمر هذا كانه محتار واش يتزوجك انت ويلبي الطلب ديالو او يرضي الاهل ديالو. اوكي، الا كانوا الرجال كيسمعوني انا تنقول لك دير اللي بغيتي وانت حر في حياتك، الوالدين ديالك وعاشوا حياتهم وولدوا ولادهم، فشوف الحياه ديالك ما ترضيهمش على حساب السعاده ديالك. انا راه ما بغاتش تفهم لي علاش ناس كيقول لك لا ما خصنيش نخسر الخاطر انت ما تخسرش او انت ما تخسريش الخاطر الوالدين ديالك، ولكن هما يخسروا لك الوالدين يخسروا لك الخاطر ديالك. فالناس كثيره اللي كتفهم غلط انك ولا تقول لهما اوف ولا تنهرهما، هي شكل ثاني غير انهم يدخلوا لك في الحياه ديالك، شكل ثاني غير انهم يتحكموا فيك. هذيك ما كيقولكش ربي الا كبروا الوالدين ديالك وتجري عليهم من الدار وما تساعدهمش ماليا او تجيب لهم مثلا اللي يرعاهم الا ما كنتيش قاد او بعيد عليهم، او مثلا عندهم سكن وتخرجهم من السكن ديالهم، او مثلا تضربهم، هذا هو. ولكن انهم يقولوا لك لوح راسك في البيروت، لوحو الله يرضاها للعبد ولا الله. اوكي، هاد الاسمر هذا الا كنتي كتسالي وكتقولي واش نيته صافيه، فالنيه ديالو صافيه، واخا ما غاديش يكون بيناتكم شويه تقارب وهضره وكلام وهادي، فالنيه ديالو راه مازال صافيه، انسان جيد، انسان مزيان. فكنقول لك حتى الا وصلتوا انت وياه يعني المحاكم او وقفتوا على طبله المخزن، فما كنشوفش هاد الايام كاين شي حاجه اللي هي خايبه، فكاين بيناتكم حاجات اللي هي زوينه وتغيرت الى الاحسن. فعلى العموم الاسمر راه كيبغيك، الحب كاين وكيفكر فيك ملي كيحط راسو على المخده، ولكن الفلجه هنا يمكن البعض اللي هضرنا على هذيك الانسانه اللي الاهل ديالو باغيين يزوجوها له، وهو حائر بينك وبين هاد الانسانه، وحتى انت يعني عاطيه بالدار يعني دير اللي بغيتي. لا، فبعض المرات انا كنشوف النساء والبنات ما كتكونوش متشبتين بهذيك الرغبه ديالكم وهذاك الهدف ديالكم، يعني كطلبوا مساعده من الغير اللي ما يقدر يدير لك والو، فانتي بنفسك فيك طاقه فيك قوه اللي ممكن انك تسترجعي بها الحبيب ديالك او تسترجعي بها الزوج ديالك. بالنسبه للحنطي، كنشوفو كيفكر فيك، ولكني هاد الحنطي يعني من الناحيه الماليه يساعدك، ما تلقيش معاه مشكل، ممكن يساعدك حتى الا كنتي مريضه يمشي معاك، الا مثلا باغيه مساعده بخصوص اوراق بخصوص عقود سفر يكون معاك يوقف معاك يساعدك في هاد الامور. ولكن اللي ما تيعجبوش هاد الحنطي هذا هو انك كتعطي الوقت لهاد الانسانه اللي لاصقه فيك، يا اختك يا صاحبتك دائما غاديه معاها، دائما كطيروا من بلاصه لبلاصه، فالا ما كانش كيقولها لك ففهمي راسك شي شويه، ويعني تعاملي معاه بشكل اللي هو لائق، واحترمي الوجود ديالو معك.
اللي كانت واقفه على الطلاق او هضرتي انت والحنطي على الطلاق والفراق فما غاديش يكون، يعني عندكم رجوع وكاين صلح مع هذا الحنطي هذا. وكاين البعض فيكم اللي كاين معاها في الدراسه او في العمل راجل حنطي باغي يجلس معك باغي يهضر معك، عندك معاه هديه او عندك معاه حاجات ايجابيه ونيتو صافيه هذا الشخص هذا. كان هذا الفال ديالك يا الحنطيه، وغادي نشوف الفال ديال السمراء. ان شاء الله السمراء يكون فالك خير، وان شاء الله الفال ديالك يكون ايجابي وتستفدي على هذا الفال هذا. فغادي تكوني انت هذه السمراء ونشوفوا الحاله النفسيه ديالك، نشوفوا العتبه ولا السكن، الحظ او الزهر، العاطفه او الحياه الزوجيه، والعمل والدراسه والمحاكم والادارات. وفالكم فالخير وفالكم فالايجابي، وان شاء الله تستفدوا على الفال وانت وحظك مع الفال. هذا الفال ديال صاحبه البشره السمراء، هذا الفال ديال صاحبه البشره السمراء، ان شاء الله خير. السمراء غادي تكوني النفسيه ديالك معتبره، يعني 60% غادي تكوني رائعه ومزيانه. كاين اللي بالفلوس مرتاحه، يعني في يديك فلوس وغتكوني مرتاحه، وكاين اللي غادي يوصلها اتصال هاتفي وغادي تفرح، ممكن من اي شخص انت كتنتظري انه يتصل بك انه يسولك يسول فيك، فغادي يعجبك وغادي يرفع لك المعنويات ديالك. غادي يكونوا الناس كيتصلوا بك بزاف او كيسولوا فيك، او كاين اللي غادي يكون كيطلب المسامحه، فبحال الناس غادي تشوفيهم بحال غادي تستغربي وتقولي كيفاش الناس رجعات كتبغيني وكيفاش الناس كتتصل بيا اللي ما اتصلتش بيا من مده طويله. وكنشوف بالنسبه للمغتربات اللي شي شويه كاين ضغوطات من الناس اللي هي كتغار منكم او كتبغي تحطمكم او كتبغي ترجعكم للوراء، فكاين ناس اللي كتغار منكم، ماشي غير النساء، فكاين حتى الرجال اللي كيغاروا منكم يا المغتربات. كاين اللي غادي تفرح على هديه او فلوس غادي تجيها من البلاد البعيده. بالنسبه للعتبه انا كنشوف دخول خروج في العتبه، يعني غادي تكوني داخله خارجه في عتبات اخرى، ممكن غتكوني كتخرجي من دارك لدار العم لدار الخال لدار الاخت، يعني كطيري من هنا لهنا، ما غاديش تكوني جالسه في الدار ديالك، يعني غتكوني كتسافري او كتدخلي من عتبه لعتبه. كاين هنا كذلك المجيء ديال امراه كبيره لعندك، ممكن تكون الحماه ديالك او ممكن تكون الام ديالك اللي غادي تدخل عندك للدار، وغادي يكون بيناتكم هضره وكلام، فكيقول لك الفال ممكن انها تعصبك، فصبري لان هذه الجده ولا الحامه ولا الام ديالك شي شويه غادي تكون كتبغي تبين القوه ديالها او كتفرض عليك الشخصيه ديالها، فصبرا صبرا عليها وتحمليها. كنقول كذلك كاينين هنا اوراق اللي غادي تفرحوا عليهم بخصوص سكن، ممكن عقد سكن جديد، عقد ديال رهن او اوراق ضريبه مثلا، غادي تكونوا حاملين لها هم وغادي تفرحوا انها شي حد خلصها او جاب لكم الورقه، او كنتو نتوما ضاربين حساب لهذا الضرائب هذه، فالامور ديالها غادي تفك عن طريق شخص ما. وكنشوف كاين هنا راجل عندكم في العتبه، شكون اللي عندهم في العتبه راجل ابيض، يكون الاخ او الابن او الاب ابيض، وجهه صغير والملامح ديالو صغيره جدا، وشعره رطب وممتلئ وبربوع على قد هذا الابيض، هذا عنده فرحه رائعه، يا اما فلوس رزقه كبيره جايه، يا اما هجره او سفر، يا اما زواج او خطوبه عنده، يا اما نجاح، عنده فرحه معتبره. بالنسبه للحظوظ غادي تكون عندكم حظوظ من ناحيه ديال المال، ولكن اللي غادي تصرفوها في التفاهات، كاين اللي غادي يصرفها مثلا على محامي، او كاين اللي غادي يصرفها على الصحه ديال الابناء او الدراسه ديال الابناء ديالو، وكاين اللي غادي تصرفها على الصحه ديالها، وكاين اللي غادي تعطيها مثلا في امور خاصه بطقوس او غتعطيها للشيخ او بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للاسحار ما كنشوفش تاثير
كتير عليها هاد الايام هادي، وكنشوف اللي كتسال على رجوع مع رجل ابيض قصير القامه، فراه كيفكر في الرجوع بعد ما كان بيناتكم البلوك، غادي تفك هاد البلوك، او كان بيناتكم سحر تفريق غادي تفك هاد السحر هذا. بالنسبه للعاطفه، كاين البعض فيكم غادي يكون عندهم رجوع، خصوصا اللي عندها الاسمر، عندكم رجوع او صلح مع هذا الاسمر هذا. عاطفيا الحبيب ديالك كيف ما كان البشره ديالو او الزوج ديالك، راه كيفكر فيك وراه كيف البال ديالو، ممكن انه يساعدك ماليا او يجيب لك هديه او حاجه تستفدي منها. بالنسبه اللي كيدرسوا فكاين نجاح ولكن ما غاديش يكمل، بحال عندكم نجاح في مواد ومواد اخرى غادي تخسروا فيها. بالنسبه اللي هما في عمل عندكم كذلك، عندكم فرحه وبعدها غيار، يعني فرحه وما غاديش تتم، يعني فرحه ومن بعد تغيروا عليها. وكاين اللي بعض فيكم اللي غادي تمشي حتى تبغي دير العقد القران ديالها هاد الايام هادي، فغادي تلغى هذاك العقد، فجلي عقد القران والله اعلم كيبقى هذا غير فعل. اوكي اللي عندها مثلا مشاكل مع موظفين معاها، وكان بيناتكم غيار لا مع ذكور ولا مع اناث، فكيقول لك راه غادي تحسن الاحوال ديالك العمليه مع الزملاء ديالك في العمل او في الدراسه. بالنسبه للحب والغراميات، بالنسبه للرجل الابيض راه غادي يتصل بك ولكن غادي يكون كيلومك، او غادي مثلا يشد عليك شي حاجه، يعني غادي يكتشف امور عليك اللي هي ما هيش هذيك، وغادي يلومك مزيان وغادي يعاقبك هذا الابيض هذا في هذا الاتصال. غادي تسمعي من المنقي خياره هذا الابيض هذا، كنقول لك راه مازال كاينه الاستمراريه، مازال كاين في الخط ديالك، وغادي يكون عنده اموال، ولا كان مسافر فكاينه العوده ديالو، وكيفكر بزاف في السفريات هذا الابيض هذه الايام هذه. بالنسبه للاسمر قلناها، الاسمر عندك معاه حب وغرام ورجوع وصلح، كيفكر فيك بالليل، عندك معاه حاجات ايجابيه هذا الاسمر هذا، كيفكر في الزواج. وانا كنقول لك انا الله اعلم كيبقى غير فعل، الا هضر معك في الزواج قبلي، ولكني ما تعقديش القران ديالك هذه الايام هذه، لان ممكن كلشي داكشي يمشي الزيرو. اوكي بالنسبه للحنطي، الحنطي اللي واقفين على الطلاق، وكنتو كتقولوا راه ممكن كاين رجوع، كان عندكم امل، لا هذا مازال هذا الحنطي مصمم على الطلاق، وكاينه مراه اخرى في حياته اللي غادي تديه. والاخريات اللي ما واقفينش على الطلاق، فكنقول لك هذا الحنطي عنده دخول المستشفى، او غادي يكون عنده مشاكل اداريه او مشاكل بخصوص العمل. اما هو راه مازال كيفكر فيك ومازال كيشوف لك، ولكن هو غادي يكون عنده مشاكل او مرض او غيار هاد الحنطي هذا. فكان هذا الفال ديالكم السمراوي، وغادي نشوف بالنسبه للبيضاء. ان شاء الله البيضاء يكون فالك خير، وان شاء الله البيضاء يكون فالك ايجابي، وانتي وحدك مع الفال. فغادي تكوني انت هذه البيضه، ونشوفوا الحاله النفسيه ديالكم، نشوفوا العتبه او السكن، نشوفوا الحظ او الزهر، ونشوفوا الحياه العاطفيه او الحياه الزوجيه، ونشوفوا العمل والاداره والمحاكم والدراسه. ان شاء الله فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي، وان شاء الله تستفدي على هذا الفال هذا يا البيضه. كنشوف هنا البيضه، كاين فيكم اللي غادي تفرح على شهاده، على رخصه، كاين اللي غادي تفرح على اقامه او جنسيه او عقود او شيكات غادي تفرحي عليهم. كنشوف هنا واخا كانت النفسيه ديالك شي شويه تعبانه، فكيقول لك الفال كاين هنا فرحه او مناسبه ما تفلتيهاش، سيري دي فولاي مع راسك، شطحي غني. فكاين هنا فرح او مناسبه اللي غادي تخليك تغير لك من المود ديالك، ترجعي نشطه فرحه، المورال ديالك غادي يطلع، النفسيه ديالك غادي تطلع، وكيقول لك عندك تغيرات الى الاحسن من الناحيه النفسيه. بالنسبه للعتبه، انا كنشوف عندكم مشاكل لا في البيع ولا في الشراء ولا في الكراء ولا في تغيير العتبه، مازال عندكم مشاكل، غادي تكوني كتفكري بزاف في هذا الامر ديال السكن او ديال محل تجاري. وكنشوف هنا كاين حد من العائله اللي كان بينك وبينه خصام، فغادي يرجع التواصل والهضره والكلام مع هذا الانسان هذا. بالنسبه للحظوظ، عندك الحظوظ في كل ما يخص الحاجات الثقيله، ملي كنقولوا حاجه ثقيله هي حاجه ماديه اللي هي كبيره ومهمه غادي تظهري عليها، او عندك رجوع حق مالي او مادي كبير، وغادي تسمعي خبر
او اتصال من امراه مسؤوله او من امراه كبيره في السن غادي تسمعي عليها خبر او هي غادي توصل لك خبر بالنسبه للحياه الزوجيه او العاطفيه. امور رائعه اون جينيرال، داك الشيء زوين رائع. بالنسبه للمغتربات اللي شي شويه عليكم العين والحسد على حياتكم العاطفيه، بالنسبه للاداره والمحاكم والدراسه والعمل 70% غادي تكونوا متميزين، غادي يكونوا عندكم لقاءات واجتماعات، ولكن هذه اللقاءات والاجتماعات اللي غادي يكونوا شويه فيهم مشاكل شويه فيهم غيار ونقاشات، كاين اللي غادي يكون عندها عمل جديد ولكن بحال الفل كيقول لك ما غاديش يكون فيه خير، هذا العمل الجديد غادي تلقاي فيه صداع وغادي تلقاي فيه مشاكل. الى مثلا نجحتي في هذا العمل اللي غادي يكون هاد الايام، يعني نقول واحد 10 ايام وجاك عمل جديد، فغادي يكون فاشل وغادي تضري فيه بالمزيان. اوكي، اللي كانت كتنتظر الحضانه ديال الاطفال ديالها ما غاديش تكون عندك حضانه ديال الاطفال ديالك، وكاين البعض فيكم اللي انتبهي للصحه ديال الابناء ديالك وانتبهي للدراسه ديال الابناء ديالك. بالنسبه للحب والغراميات، كاين زواج عند المراه اللي عندها الرجل الابيض النحيف، هذا عندك معاه زواج وكيفكر في الزواج وفي تغيير الاحسن وعندك معاه فرحه، وغادي يفاجئك بهذا الزواج اللي غادي يطلب منك او الخطوبه اللي غادي تكون عندك مع الرجل الابيض النحيف. بالنسبه للابيض الاخر فكنشوف انه نيتو صافيه، كيشوف لك، غادي يكون بيناتكم هضره وكلام، الا كان بعيد غادي يكون اتصالات كثيره. 60% غادي تكوني مزيانه مع هذا الابيض هذا، وغادي تشوفيه انه كيتحسن في التعامل ديالو معك، ولكن كنشوفه هو شي شويه حائر ومتردد فيما يخص الزواج. بالنسبه للاسمر، الاسمر غادي تزهري معاه وغادي تفرحي معاه على فلوس، على حاجات ماديه، عندك معاه صلح او رجوع، او هو كيفكر في الصلح والرجوع، مازال غادي يقول لك اخبار جديده غادي تسمعيها، مازال هذا الاسمر غادي يهضر لك على الاهل ديالو او على الام ديالو. هذا الاسمر هذا الحب كاين، فلوس وكاينه، وكنقول لك كاينين الناس بعاد عليكم وحاسدينكم انت وهذا الاسمر هذا. الاسمر كاين البعض فيكم اللي كيشك فيك او كيقول انك راكي كتهضري مع رجال اخرين، وكاين الاسمر اللي كيتعطل الطاقات الروحانيه او كيدير طقوس روحانيه او كيدير لك جلب او تخاطر باش تكوني معاه. الرجوع راه كاين وكاين لقاء معاه او عزومه غادي تكون. فكنقول لك انا في 7 ايام المقبله جايه الى هذا الاسمر عرضك ما تمشيش، الى عرضك لاي مكان ما تمشيش لهذا الاسبوع هذا، لان في هذيك العرضه غادي يوقع مشاكل، او الا كنتي انت مخبعه على الاهل ديالك ان هذا الحبيب ديالك وكتخرجي معاه راه ممكن توقعي في شي ورطه وشي واحد غادي يحس لك ودني منك، انا كنقولها لك. بالنسبه للحنطي، الحنطي كاين الحب كاين الغرام، بالنسبه للحنطي القصير القامة عندك معاه اشياء ايجابيه، هديه، حاجات رائعه، كيفكر في الرجوع معاك، كيفكر في الصلح، يكون عندك معاه لقاء، الحب كاين، ممكن يكون عندك امضاءات مع هذا الحنطي او عقود غادي تمضيوها بجوج انت وهذا الحنطي. ولكن بالنسبه للحنطي الاخر كنشوف كاينه مراه معاه في العمل، او هو مثلا مهتم بشي وحده اللي معاه في العمل، وكاين البعض فيكم اللي هذا الحنطي غادي يرجع للطليقه ديالو او الحبيبه ديالو السابقه لواحد المده، وغادي يعاودوا يدابزوا ويختلفوا ويعاودوا يرجعوا لك مره اخرى. اوكي، كنتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل. نخليكم على خير، كنبغيكم بزاف، وباي باي.